ببلوك نوت اليوم فادي بزري المدير التنفيذي لبادر موجود معنا. موضوعنا جلوبال انتربرينور شيب ويك اللي بيكون بين 18 و24 شهر عالميا ولكن بلبنان اكثر من اسبوع. اهلا وسهلا فيك فادي بزري. طبعا نتوركينج 961 هالايفنت راح يكون ايفنت مميز مثل كل سنه. اول سنه بيكون اسمه نتوركينج 961. صار كذا سنه بادر بتعملها نتوركينج 961. ليش نتوركينج 961؟ ليش 961؟ سو طبعا 961 هو الكود تبع لبنان فكتير بوبولار نستعمل هذه الكلمه. هي نتوركينج الفكره انه بمجال انتربرينور شيب في كتير خدمات بلبنان، في كتير شركات مؤسسات بتساعد رواد الاعمال لحتى يبتدئوا الشركه تبعيتهم. واحده من الخدمات الكبيره يعني وان الايفنت الكبار تبعونا هو نتوركينج ايفنت. ليش؟ ب 19 شهر هو الافتتاح الرسمي تبع اسبوع الرياده العالمي بلبنان يلي بعد عم تنسقه مع 50 شركه ثانيه. في 300 شخص جايين من مستثمرين، جايين ناس بنسميهم الناجحون يعني رواد اعمال نجحوا بالبزنسز تبعولهم، وشركات بتساعد تعمل تدريبات وغيرها. ليش؟ لحتى تشجع كل الشباب يلي يجوا، هي دعوه مفتوحه ب 19 شهر انه يجوا ويسالوا كيف فينا نبتدئ شركه؟ شو الخدمات الموجوده تساعدنا نجيب استثمار؟ شو الاغلاط اللي ما لازم نعملها؟ شو المعقول يصير بلبنان وشو فينا كيف فينا نجيب مساعدات من شركات ومؤسسات غيرها بهالبلد. وهون يعني في اعمار معينه، في ما بعرف نيفو اكاديمي معين، او اي شخص بيقدر يكون عم يعمل اي شخص يكون رائد اعمال. يعني اكثريه الشركات الجديده بلبنان هي بمجال التكنولوجيا، في كثير ترند قوي بمجال التكنولوجيا، ولكن كمان في من كل الانواع، في بمجال الفود اند بفرج، في غيرها كمان. ف ابدا هي طبعا بيكون في كثير شباب، يعني بادر هي التايتل تبعها هي بادر يونغ انتربرينورز بروجرام، برنامج للشباب المبادر، ولكن ما بنشوف من كل الاعمار موجودين خاصه بهدول الايفنتس. بين 15 و30 الشهر راح يكونوا في هالنشاطات، ب 19 هو الافتتاح الرسمي، شو راح يكون بالافتتاح؟ اوكي، الافتتاح الرسمي هو نتوركينج 961. 300 شخص جايين، دعوه مفتوحه ب جولدن توليب اوتيل بالروف توب تبعه بالحمراء عشيه. طبعا بهيدا الشخص بيجي وبيحكي مع مثل ما قلنا مستثمرين ناجحين، شركات بتساعد، شركات بتعمل تدريبات تيتعرفوا على الاكتيفيتي. يعني هون اللقاء سوشيال بعد. نعم. يعني الكل نعم. بيقدر يشوف الكل، ما بدها موعد ولا بدها تنظيم، دعوه مفتوحه للكل. يعني الرواد موجودين، الناجحين موجودين، اللي عندهم شركات كبيره كمان موجودين، وراح يكون في لقاء. هذه. عبر هالسنوات الاربعه كيف كانوا هاللقاءات؟ كثير كثير منيحه، يعني مثل ما يعني طبعا بلبنان في كثير اشياء سلبيه عم تصير لسوء الحظ، بس الترند للانتربرينور شيب كثير قويه. فكل سنه عم نشوف رواد اكثر عم يشاركوا، كل سنه عم نشوف شركات اكثر عم تنجح، كل سنه عم نشوف ناس شباب ببلشوا وبينجحوا مش بس بلبنان يعني بالمنطقه كلها. تعطيك مثل، واحدة من الشركات هي يعني بتساعد انتربرينورز اسمها الام اي تي بزنس بلان كومبيتيشن، من اكبر الكومبيتيشنز بالعالم العربي، 5000 شخص بيقدموا كل سنه. يعني ربحت السنه الماضيه اسمها هند حبيقه، عمرها 25 سنه، وهي لبنانيه، وخلقت برودكت للاثليتس بمجال السباحه، وهلا البرودكت تبعها عم يبيعه ب 22 بلد، وهي ربحت السنه، حتكون موجوده ب 19 شهر تتحكي قصتها، وبتحتاجوا الناس يسالوها كيف نجحتي؟ شو عملتي حتى تنجحي؟ فاذا هون في مساعده للانطلاق، بس كمان كونه الانطلاق عم يكون عبر هالنتوركينج 961 او عبر هالاسبوع الانتربرينور شيب جلوبال ويك وعبر بادر كمان. نعم. عم يكون في هالماركت يلي عم ينفتح كمان. اكيد نعم، هيدي نحن كثير بنساعد الرواد نفسر لهم انه لبنان ماركت كثير صغير طبعا، فكيف فينا الواحد يبتدي بلبنان؟ هيدي كثير معقوله. وبعدين ستيب الثانيه هي كيف فينكم تتوسعوا على السوق العربي؟ وصار عندنا خبره كثير، يعني البيئه الحاضنه اللي بسموها الايكو سيستم بلبنان، هدول الشركات اللي بتساعد كثير صار عندهم خبره وقدره على انه يساعدوا ويعطوا ادفايس مشان هدول كيف حتى يتوسعوا على الماركتس الجداد. يعني الواحد بده يكون بقلب هالايفنت لحتى اللي يعرف قد ايه الافاده مهمه، بس على الاكيد من برا بنقدر نشوف انه رح يكونوا هالرواد
موجودين ب يعني مثل ما عم تقول بيئة حاضنة أو بمكان يقدروا فعلا يلاقوا كل الأشخاص اللي بيقدروا يساعدون بمكان واحد بالوقت اللي رح يفكروا وينبشوا ويبرموا ويشوفوا كيف بدهم يعملوا هاللقاءات. هون اللقاء بيكون سهل ومأمن بيبقى أنه الشخص هو يعني يقدر يبادر إذا فينا نقول. هون الشخصية والبروفايل للشخص يلي بده يكون عم بيحط إجري على الأرض ويعمل مؤسسة لإله أو ينزل بفكرة على السوق كتير مهمة كمان. أكيد أكيد طبعا. يعني إحنا دائما بنقول أنه إذا الشخص عم يفكر أو شي مرة فكر أنه بركي لازم يبتدئ الشركة لازم يعملها. ليش؟ لأنه ما فينه يعني الواحد بيتعرم يعني ما بيعرف قد قدراته قوية، وخاصة إذا عنده المنتورشيب وعنده هالمساعدات اللي كتير نحن بنقدمها بادر وغيرنا من البارتنرز، عندهم كتير قدرة إنه ينجحوا بسرعة، وخاصة اللبنانية كتير شاطين بهالقصص. يعني مثلا الكومبيتيشنز بالمنطقة كلها دائما اللبنانية عم ينجحوا فيها، عم يطلعوا من الأوائل، فعنا قدرات كتير وهذا ناس إيه ما بيعرفوها. فمشان هيك أسبوع رياد العالم مهم كتير، لأنه في كونسنتري بشهر نوفمبر كل هالإيفنتس عم يصيروا، عنا 50 بارتنر و40 إيفنت، فكل الموارد والسيرفيسز والخدمات الموجودة بلبنان حتكون واضحة لهالشباب لحتى يتعرفوا عليها ويقدروا يستفيدوا منها. يعني في يمكن سيرفيسز ما بيكونوا أصلاً عارفين فيها لحتى يلحقوها رح تكون موجودة قدامهم. بس هون أكبر خوف أوقات بيكون لإنشاء شركة هو بيكون التمويل. طبعا. يعني يكون خايف من التمويل وخايف إنه حتى لو معه تمويل إذا ما نجح يعني خسارته بتكون كتير كبيرة. بكل صراحة مجالات التمويل بلبنان موجودة، ناس كمان منا كتير واعية، بس مثلا في برنامج كفالات اللي بيقدم لون جارانتي بروجرام، يعني قروض مأمنة بتساعد بتشجع البنوك يستثمروا بهالشركات اللي هي عادة ما بتستثمر فيها. البنك المركزي عم يقدم خطة جديدة كتير 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 forward thinking، كتير innovative، كتير جديدة مبتكرة لحتى كمان تشجع البنوك يستثمروا بالشركات الجديدة بنسميهم ستارت ابس. وفي كتير من المستثمرين الشركات عم يكبروا بلبنان وعم يكتروا، منهم باري تك فند، منهم ام في بي وغيرهم، كلهم حيكونوا موجودين ب مثلا الاوبننج تبعنا ب 19 شهر لحتى يحكوا عن شو عايز الانتربرنور لحتى يقدر يوصل على يجي له استثمار. يعني في كرايتيريا، في شروط معينه، بس هذه الشروط كتير معقوله. يعني اذا واحد بيتوصل بينجح شوي وبيخطط مثل ما لازم، بيعمل بزنس بلان، بيتدرب، بيجيب فريق مثل ما لازم، بيربح كومبيتيشن، بيطلع له استثمار. فادي ليش يعني وورلد وايد عم بيصير الانتربرنور مهم، عم بيصير الشركه الصغيره مهمه وضروريه تكون موجوده بال يعني بدل ما نكون عم نفوت بالشركات الكبيره يمكن ونضيع فيها. ليش يعني اهميه انه يكون في بزنس صغار؟ كل البوليسي ميكرز بالعالم صاروا واعيين هلا انه الانتربرنورشيب وخلق شركات جديده هي كثير مهمه لاقتصاد بلد، لانه اول شيء بتشجع الشباب انه يكونوا طموحين، والشركات الجديده والصغيره هي اكثر شيء بتخلق وظائف، لانه عم تخلق كل شيء من جديد، يعني عم توظفي كل الموظفين تبعولك، تنتقلي من موظفين اول 3 4 اشهر ل 10 موظفين بعد سنه ل 20 موظف بعد سنتين ثلاثه. ف الاحصاءات بتدل انه الشركات الصغيره وتشجيعها وتشجيع الابتكار التكنولوجي بالشركات الجديده من اهم القصص يلي بتساعد الاقتصاد انه يضلوا عم يكبر ويتحسن بكل البلدان ولبنان كمان. فادي هل 2 ويكس يلي كثير مهمين فيهم ال 19 او 19 الشهر يلي هو الافتتاح الرسمي واللي حكينا عنه بالتفصيل، وفيه بقيه الايام يلي فيها كمان نشاطات عديده ثانيه شو هي؟ اوكي، مثلا عم نعمل رود شو على الجامعات لحتى نروح لعند التلاميذ نفسر لهم شو عم يصير. في كمان مسابقات صغيره بسموهم ستارت اب ويكندز، بتصير من الجمعه عشيه للاحد عشيه، في واحد ببيروت، واحد بجبل لبنان، وواحد كمان بطرابلس. والفكره انه كيف نفوت الشباب بروح الانتربرنور شيب، بيجوا بس عندهم 48 ساعه من الجمعه عشيه معهم فكره، بيكونوا فريق، هي اون جينيرال بتكون بمجال التكنولوجيا ببرمجوها، بيكون في معهم مبرمج، وبيقدموا الفكره ويلي ابتكروه الاحد عشيه قدام لجنه حكم. فبتساعدهم انه يبلشوا يفكروا بسرعه، يكونوا فريق، يعرفوا يشتغلوا مع فريق ويعرفوا يقدموا ويبيعوا فكرتهم. وهدول الستارت اب ويكندز بتصير عالميا كمان بمئات المدن، ولبنان بيعمل منهم كثير منهم كل سنه، فكمان احنا رواد بهالمجال بلبنان. الافتتاح فاذا للكل والدعوه عامه، ولكن الورك شوبس او بقيه النشاطات يلي ممكن انه تكونوا عم بتقدموها لازم يكون في تسجيل فيها، اشتراك او في تسجيل. تواصل معكم. كل المعلومات موجوده في ويب سايت هو gwlebanon.org، جي دبليو ليش؟ لانه جلوبال انتربرنور شيب ويك.
gw.org كل الايفنتس موجودين هنيك وفينا كمان يروح على البيج تبعت بادر يعني او badr.lebanon.com او بادر لبنان على فيسبوك وكل المعلومات موجوده في منهم اكيد بده يتسجل قبل الوقت في منهم ما في زوم بس بيجوا وكمان ثلاث ارباع الايفنتس دعوات مفتوحه فمشجع الشباب وناس ما لهم بهذا المجال بدهم يعرفوا اكثر شو المجالات مفتوحه قدامهم انه يشاركوا والناجحون خلال هالاربع سنين كتار من اللبنانيين عم يكتروا عم يتحسنوا يعني عندنا شركات كتير صار عندها امباكت بالمنطقه وعالميا يعني حكينا عن هند حبي او انستابيت عندنا شركه اسمها انغامي بالعالم العربي كتير 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 ناجحه وهي موبايل ابلكيشن فين واحد يعمل ستريمينج لاي موسيقى بده عندك سينيموز فين يعمل ستريمينج لاي فيلم عربي او اي مسلسل عربي او مدبلج للعربي cinemos.com وعندنا غيره وغيره كمان من هالشركات ف اللبنانيين عم ينجحوا يعني مره ثانيه انه في كثير قصص ايجابيه عم تصير بلبنان على عكس كل شيء ايام بنشوفه لسوء الحظ بالاخبار او عم يصير حوالينا فادي بزر المدير التنفيذي لبادر اهلا وسهلا فيك نرجع نذكر بالسايت بس لكل اللي بدهم تفاصيل اكثر اكيد اكيد gw.lebanon.org او badr.lebanon.com اهلا وسهلا فيك مشاهدينا وقفي هلا وبنرجع نتابع